المهندس عبد العزيز الخوالده ووسيم قبيشات ومحمد الكوفحي والحكم الرابع انس الخوالده. انطلقت المباراه مباراه الوحدات والعقبه على الورق أربعة، ولكن على التنفيذ الوحدات يعتمد طريق الثلاثة 5-2 خماسي خرما. الوحدات ليس لديه أي شيء يخسره، يريد أن يؤدي مباراة ممتازة. هذا توغل للقماز، كرة من أبو زمع. أبو زمع اللي يمتلك هدفين مع العقبة في ثلاث مباريات، كان ممكن يسجل أول فرص المباراة أبو زمع، وتربط صلة قرابة كبيرة جدا مع عبد الله أبو زمع. يعني عبد الله أبو زمع هو خال سليمان أبو زمع، ابن الأخت كان ممكن يعني يزعل خاله. على أي حال، هذه لأي فريق، لكلا الفريقين، ونستمتع بمباراة جيدة. هذا أحمد هشام الوحدات السابق، ولكن كرته ابتعدت. رائع محمد الدميري يحمل شارة القائد، يلعب كرة في مكان رأسية وفيها متابعة، ولكن ابتعدت أنا أحمد ثائر. أحمد طبعا اليوم تم عزل لواء الرمثة، وبالتأكيد لأجواء المباراة. هذه تسديدة العقبة اليوم في شيء، العقبة حتى الآن يعني روعة خطيرة جدا. أوتيمار اللاعب البرازيلي سدد للمرة الثالثة. العقبة هو الأفضل، أوتيمار البرازيلي يدنا عفوا تكلفة هذا الفريق. إذن هذه التسديدة الماضية كانت لأوتيمار المهاجم البرازيلي، دور هام جدا باتجاه أوتيمار، ولكن إغلاق تام من يزن. إن شاء الله طوال القامة. إذا بنشوف اللقطة من بعيد، الخماسي يتجمع على خط ال 18، يريد التوغل في 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 مرة واحدة حتى يربك حسابات دفاع العقبة بشكل جديد لتنفيذ الركنية. التقدم الآن، الهجوم العرضية، ولكن أحمد أبو حلاوة المدافع الوحداتي السابق يبعد. هي مكشوفة، هذا انداي اجروا أقوى من قدمه، والقائم يتدخل. العارضة مرتين، العارضة على دفعتين برأسيتين من انداي ومن السيفي. الكرة العرضية بدأت خطوط الوحدات، هذا دميري كرة عرضية، انداي مجددا داخل المنطقة، ولكن حماد الأسمر فرصة وحداتية هي الأخ، وبالرأس مرتين. وهذا اللي بيقولوا له اجروا، أو راسه أقوى من رجله، راسه أقوى من رجله. لا والله، المرة الثانية حماد، في المرة الأولى العارضة، وفي المرة الثانية حماد الأسمر مع العارضة. الوحدات يتقدم بكل قوة، الوحدات ركنية جديدة، والعارضة للمرة الثالثة على التوالي، وهنالك قرار بخطأ ربما ومتابعة وسلامات للاعب العقباوي. بالعارضة مرة جديدة من دقيقة الأخيرة، الدميري، ونشوف السيفي رأسية فيها متابعة وفيها صافرة وخطأ احتسبت على عبد العزيز الناي. إذا صافرة جاءت بخطأ، وكرة كانت يعني باتجاه المرمى، وتوقع يعني بعض وجد نفس الوحدات، وكرة عند هذا ماركوس وداخل المناطق، فيها إبعاد من دفاعات الوحدات، كرة سريعة على القوة البدنية، ولكن الوحدات دائما يسجل بالهدف بالشوط الأول. يتقدم، وللمرة الرابعة السيفي فعلها السيف الآن في المرة الرابعة، بعدما تدخلت العارضة ثلاث مرات. السيفي البرج الوحداتي بكرة رأسية يسجل، ويسجل الهدف الأول للوحدات في هذه المباراة، يسجل هدف الثالث في البطولة، ويسجل الهدف الخامس للوحدات في الشوط الأول في كل المباريات السابقة على القائم البعيد. ولاعبي العقبة يتابعون، الدميري إلى السيفي، الوحدات هدف، العقبة لا شيء، وبالفعل هدف مستحق للوحدات. بعد العرضية لوحدهم لاعبي الوحدات، دائما الكرة دائما برأس لاعب وحداتي، دائما برأس لاعب وحداتي. هذه المرة قلب الدفاع يمسك مين وتراقب مين بهجوم الوحدات، يعني تراقب شلباية يتحول إلى الجهة اليسرى لتنفيذ الخطأ بزيادة عددية واضحة من لاعبي الوحدات. هذا شلباية، ولكن تدخل من محمود مشعل.
ضغط وحداتي كبير، ركنيات تعددت. الدميري بلعب كرة ولكن تدخل الآن من دفاعات العقبة. انتبه، ليست جودة فنية، ليست جودة فنية ولا شيء يؤثر على المستوى الفني للدوري. هذه الكرة وصلت عند السيفي والهدف الثاني، كرة جول، جول. السيفي اليوم ناوي، السيفي ناوي على التسجيل من بداية المباراة، منذ اللحظة الأولى بدأت شهيته مفتوحة. السيفي يسجل الهدف الثاني وهدف الرابع ليتشارك مع انداي. ما فيش حد أحسن من حد، أربعة لانداي وأربعة للسيفي. هل فيها تسلل؟ احتمال كبير. خلينا نشوفها مرة ثانية بالعرض البطيء، ولكن الهدف احتسب، الهدف احتسب، وسنتحدث عن صحة الهدف بعد قليل. ولكن في عمل كبير كان بالصناعة بضرب خط ميري، وهذه كرة مقطوعة من ماركوس إلى أوتيمار وابتعدت وعنده سيطرة أحمد عبد الستار. إذن يزن ثلجي، يزن ثلجي هو من يستعد للدخول. كيف ستصبح طريقة اللعب مع دخول يزن ثلجي؟ الدميري يعاني من إصابة، هل يتابع بالوحدات واثنين أحمد بالعقبة، حوالي ستة، ولكن انداي عبد العزيز وتدخل، تدخل وإبعاد للكرة يعني فرصة الهدف الثالث. تدخل السميري وبدون خطأ أبعدها مهاجم الفريق هشام السيفي بعدما ركس، وهنالك راية وتسلل، راية وأوفسايد. لا تتوفر المساحات، إذا توفرت المساحات سنشاهد فهد اليوسف. هذه كرة وعودة سريعة لأحمد هشام وكرة مقطوعة جديدة لفريق الوحدات. الدميري بسلاح العرضيات، تدخل الآن حماد الأسمر، أبعدها خارج المنطقة، خلصها ماركوس ولكن ليس لهجمة بل لرمي التماس لمصلحة الوحدات. الظهير إلى ماركوس، ماركوس، ماركوس توغل، ماركوس مر، ماركوس ممكن يسدد كرة، ولكن أحمد عبد الستار، أحمد عبد الستار شفنا بحل فردي، الحل الفردي من ماركوس بشكل جميل وبشكل فردي رائع. مر ماركوس هدد مرمى الوحدات. الأول لعب كرة إلى الأمام باتجاه السيفي، مرت من الجميع. لأول مرة بنشوف كرة عرضية لا يتواجد فيها هنداي أو السيفي بخطوة. تيمار مع ماركوس، خذوا هات، وهنالك مطالبة بخطأ وبالفعل صافرة موجودة. كان أوتيمار في طريقه إلى المرمى، هل فيها بطاقة أم يكتفي بالخطأ؟ وشايفين حديث إبراهيم سمارة مع لاعبي الوحدات، شفنا الون تو بطاقة صفراء في اللقطة الماضية على أحمد ثائر، وهي البطاقة الصفراء الثانية في المباراة. بدأت خطورة العقبة تظهر بالون تو ومحاولة يعني خلخل الدفاعات الوحدات. كرة على مشارف منطقة الثمنتعش بجانب القوس، هل هو أبو زمع أم أحمد هشام عبد المنعم؟ وكلاهما يمتاز بالتسديد من خارج المنطقة. أحمد هشام عبد المنعم ينظر الكرة، ممكن أبو زمع بقدمه اليمنى أم أحمد هشام، كون الخطأ على الجهة اليسرى. خلينا نشوف قرار التنفيذ ما بين اللاعبين. أحمد أبو حلاوة أيضا موجود مع الثلاثي. آلية تنفيذ هذه الكرة ممكن تكون مباراة أو يعني كرة العودة للمباراة. إذن أبو زمع بالتنفيذ وخطيرة، حلوة من أبو زمع، تنفيذ جميل ولكن أيضا بجانب القائم. العقبة أفضل بالشوط الثاني كبدايته بالشوط الأول، مثل بداية الشوط الأول كان هو الأفضل وكان هو الأخطر ولم يستثمر هذا الشيء. كان ممكن العقبة على الأقل يسجل هدف يقلص الفارق، يدخل بالأجواء بشكل أكبر. إذا نذكر بترتيب الدوري حتى الآن، إذا ما بقي الوحدات متقدم سيصبح لديه
12 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الثاني. اليوم سجل فوز ثمين على سحاب 3-2 وبصعوبة بعدما كان التعادل 2-2 حتى اللحظات الأخيرة، وكذلك فعلها الحسين أمام الأهلي وسجل هدف في الوقت القاتل، يصبح أيضا عنده 8 نقاط. يتساوى الفيصلي والحسين برصيد 8 نقاط في المركز الثاني خلف الوحدات. ثم يأتي الجزيرة الذي يمتلك مباراة يوم غد مع الصريح ب7 نقاط، وهو نفس نقاط معان. المساندة من أحمد هشام عبد المنعم، أحمد هشام وكرة في مكان أبعدها يزن العرب، تعود عقباوية القماز والأجمل من عبد الستار، روعة من القماز والأجمل من عبد الستار، تحرك العقبة. خلينا نشوف هذه الكرة، كانت تسديدة قوية وأحمد عبد الستار أبعدها لتصبح العقبة، وكرة مرت من أمام الجميع. العقبة أحمد سمير بيلعب كرة على الجانب الآخر ولكن مقطوعة من أحمد أبو حلال. مجددا أحمد عبد الستار، الشوط الثاني في تكافؤ أكثر. شفنا تسديدة ماركوس، شفنا الكرة المباشر من أبو زمع، وأحمد عبد الستار يلعب بالنار. أحمد عبد الستار يلعب بالنار في اللقطة الماضية، وشفنا الضغط من أوتيمار. الوصول تخاطئة مقطوعة وعادت إلى حماد الأسمر بكل سهولة. 23 لاعب جاهز، هذا أحمد سمير بالحل الفردي، أحمد سمير ولكن حماد، أحمد سمير وحماد الأسمر. تصدي ممتاز من حماد ومجهود فردي يحسب لأحمد سمير. إذن الوحدات يواجه مشكلة للمرة الثانية بعد حارس واحد، يعني كان لو لا قدر الله أصيب عبد الله فخوري أو تعطي لمناطق أحمد عبد الستار. هنداي إبراهيم سمار أحمد، ممكن كرة عرضية ولكن تدخل الدفاعات، مرور جميل ووصول جميل للاعب العقبة. البديل يمتلك قدرات فنية جيدة، هذا عصام على التنفيذ، عصام بانتظار التنفيذ في الدقيقة 82، تلعب داخل المنطقة ولكن يزن أبعادها، يزن في هذا المركز مع منتخب سوريا. كرة مقطوعة عند ماركوس، كرة في الأمام، ما في رقابة على يزن ثلجي وما في تسلل، يزن ثلجي، يزن يزن يزن، وجول. يزن ثلجي يتسبب بالهدف الثالث، يزن ثلجي يسجل هدف جديد الوحدات، الهدف الوحدات الثالث في الوقت اللي كان يسعى فيه العقبة للتعديل، انسل ثلجي بين المدافعين وفي مرمى، تسبب به البديل الناجح يزن ثلجي. وشفنا يزن تغير بانتظار آخر المباريات. هذه قصة الهدف، الهدف الوحدات الثالث، أبو ليلى أبعدها بالقدم اليمنى وبالتالي كان مواجه لمرمى فريقه ويتسبب بالهدف الثالث في بطولة الدوري إلى 15 هدف في 4 مباريات. هذا شاهر شلباية داخل المنطقة، كرة أبو حلاوة ولكن القماز أبعدها. إذن محاولة وحداتية كان لتسجيل الهدف الرابع. سلامات لأحد لاعبي العقب، شيء متوقع في ظل الصعوبات البدنية وقلة الفترة اللي كانت متاحة للاستعداد البدني، وهذه قصة الهدف. أبو زمع وغيات التميمي وكلا يعني الجهاز الفني جميعه من أحمد عبد الستار، وبالفعل تبقى شباك أحمد عبد الستار صامدة في المباراة الرابعة في الدوري ويعلن